أحبابنا الصغار، أهلا وسهلا بكم في فوانيس رمضان. حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على قول الصدق وحذرنا من قول الكذب، والكذب هو الكلام بخلاف الواقع عمدا، وهو حرام في الجد والمزاح. فالشخص إذا تكلم بكلام بخلاف الحقيقة عمدا وهو يعلم ذلك فقد وقع في الكذب. مثال على ذلك أن يقول شخص: أنا رأيت فلانا يفعل كذا، وهو لم يره. وكل الأنبياء والصالحين لا يكذبون، لأن الكذب صفة بشعة ومنفرة، فالناس لا تميل لمن يكذب ولا يصدقونه. فنحن نقتدي بالأنبياء والصالحين ولا نكذب، بل نتكلم الحقيقة مهما كان الأمر. علمني الإسلام أن أصبر على البلاء وأن أثبت على الطاعة لله تعالى في كل الظروف والأحوال. وإلى اللقاء يا أصدقاء.